بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، أرحب بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. درس هذا اليوم يتمحور حول حرف أ الذي يصنف من الحروف التي تلعب دور الحركات لي فوييل. إذا كما نرى لاحظ في الصورة لدينا مجموعة من الكلمات، نبدأ من الكلمة ثم ننتقل إلى المقطع على السلاب ثم إلى الحرف. أنا ان جنو، ان جنو المقطع الذي يتضمن او هو ج ثم او. ان جنو هي الركبة. ان رنار الثعلب. اذا لدينا السلاب ر ثم او. petit صغير petit. إذا المقطع الذي تتضمن أ هو ب أ. إذا نعيد القراءة un genou je E un renard re E petit peu e. اذا ننتقل الى جدول القراءه طاوله الليكتور. كما راينا اننا في الحصه السابقه سبق ان راينا مجموعه من الحروف لي فويل مثل ا و او و اي. اذا لا باس في مراجعتها. اذا ا لا فا طا جا فا نا ما. او لو فو طو جو فو نو مو. هنا اي لي في تي جي في ني مي. دعنا ننتقل الى الحرف هذه الحصة وهو أ. إذن عندما نضيفه إلى L ينطق ل، ثم عندما نضيفه إلى V ينطق V، عندما نضيفه إلى T ننطق ت، عندما نضيفه عفوا عندما نضيفه إلى ج فينطق ج. إذا F زائد أ تنطق ف، ثم ان زائد او تنطق ن، ثم ام بلس او اون لو برونونس م.
إذا أعيد القراءة الآن سأقوم بقراءة أفقيا. ل لا لو لي لو ف فا فو في ف ت با تو تي ت ج جا جو جي جو ف فا فو في ف ن نا نو ني نو م هو آخر حرف رأيناه في الحصة الماضية. ما مو مي مو. إذن إخواني أخواتي، لكي يسهل عليكم قراءة الكلمات والجمل بالفرنسية، لا بد من ضبط هذا الجدول ومعرفة قراءة هذه المقاطع، لأن بالدمج فيما بينها نقوم بكتابة الكلمات. وإذا قمنا بضبط قراءة هذه المقاطع فإننا سيسهل علينا قراءة الكلمات إن شاء الله. إذا ننتقل إلى بعض الكلمات التي تتضمن أ الفويل أ. الكلمة الأولى لدينا un peu l'autre, un peu l'autre. ثم النافذة أو الشباك. ثم une fenêtre. إذن بالنسبة لحرف أ فهو لا ينطق في آخر الكلمة، هذه قاعدة في اللغة الفرنسية. أ إذا كان في آخر الكلمة فلا ينطق، إذن في الأخير ينطق بالسكون. الحرف الأخير الذي يأتي قبل أ في آخر الكلمة ينطق بالسكون. مثلا عندنا هنا infenetre infenetre. نفس الشيء هنا، الكلمة لديها أ في الأخير لا ينطق. une chemise والقميص. une chemise. لدينا هنا S ينطق Z لأنه يوجد بين حرفين يلعبان دور الحركات. دو فويل، لا فويل إي إلى فويل أ. إذن S إذا كان وحيدا ينطق زد. une chemise. un cheval. un cheval. حصان. du melon. du melon.
un, bi, beu, rang. Un, bi, beu, rang. لا هنا أخواتي إخواني انتهى درس اليوم، أمل أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا منه كما أطلب منكم أن تدعوا لي في ظهر الغيب، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي لكي يصلكم كل جديد، فإن شاء الله سأستمر في تقديم دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر طوال هذه السنة إن شاء الله بمعدل حرفين أو درسين في الأسبوع، درسين في الأسبوع. إذا فترقبوا هذه الدروس ولا تنسوا المشاركة في قناة ومشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.